بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نكمل سيكشن 3-7 implicit differentiation. implicit يعني ضمني، عكسه اخذنا احنا الاقتران الضمني والاقتران الصريح. explicit صريح، implicit اللي هو الضمني. لما نقول عن اقتران انه اقتران صريح، لما اقدر احط y تساوي اقتران في x، يعني y في طرف والاكس في طرف، بنسميه اقتران صريح. لكن لما اقدرش افصل الاكس والواي عن بعض بسميه اقتران ضمني، يعني ما اقدرش اطلع واي تساوي حاجه بحث في اكس، بنسميه اقتران ضمني. implicit differentiation هنا كيفيه الاشتقاق لما يكون عندي الاقتران او القاعده او المعادله اللي عندي عباره عن اقتران او معادله، اسف، ضمنيه، عباره عن معادله ضمنيه. طيب الاقتران الضمني لما يكون عندي مثلا كبداية، لو قال لي y تربيع زائد x تربيع تساوي 5، if example find dy على dx، اوجد dy على dx، بدي اشتق الطرفين. الواي تربيع، الواي تربيع بدي اعملها على انها y تربيع، ما فرقتش. لكن ايش المنظر هذا اختلف عندي؟ انه قوس مرفوع لاس، يبقى بدي اعامله على معامله الباورز اوف فانكشنز اللي اخذناها المحاضره اللي فاتت. قوس مرفوع لاس لما بدي اشتقه، المشتق حتقول الاس في القوس مرفوع للاس ناقص واحد في مشتقة ما بداخل القوس، يا بقول له واي شرطه يا بقول دي واي على دي اكس، تمام؟ فمشتقة الواي تربيع هي 2y في dy على dx، تمام؟ نفس الكلام واحنا من 50 سنة بنعملها واحنا مش مخدين بالنا. الواي لما بدي اشتقها اعتبرها y اس واحد، لو اشتقيتها ايش بتصير؟ واحد في القوس مرفوع الاس ناقص واحد في مشتقة ما بداخل القوس، صح؟ فبتطلع لي مين؟ dy على dx، اللي احنا دائما ما حد ما يكون عندي واي بقول يبقى مشتقتها دي واي دي اكس، هي على نفس القاعده. وبالتالي الان لو بدي اشتق الطرفين بالنسبه لاكس، بدي اقول مشتقه الواي تربيع هي مشتقه قوس مرفوع لاس 2 في القوس اس 1 في دي واي على دي اكس، لانه بده اياها. ممكن احط واي شرطه بيمشي الحال للسرعه، لكن لو كتبناها دي واي على دي اكس ما بضرش. زائد الاكس تربيع تساوي صفر، صح هيك؟ تمام. الان بدي دي واي على دي اكس في طرف والباقي في الطرف الثاني، يبقى لو انا قسمت على 2 من اول، هادي وهادي واللي هان، يعني لو هان في 5 تصير 5 على 2، صح؟ كله على 2. وبالتالي عندي واي في دي واي على دي اكس تساوي سالب اكس، ومنها دي واي على دي اكس بتساوي سالب اكس على واي، تمام؟ ممكن سؤال ثاني نفس الصيغه يقول لي، نفس السؤال يقول لي find dy dx عند خلينا نقول ناقص 2 وقديش؟ لو حطينا اكس بناقص 2 لازم تكون النقطه الزوجي المرتب يحقق المعادله، صح؟ حط اكس بسالب 2 4، لا بدناش اياها، بدي اياه يطلع، خليها واحد، خليها واحد. نحط اكس بواحد بدناش كسور، لو حطينا اكس بواحد بيطلع واحد، نقلها بيطلع اربعة، واي تربيع بيطلع ايش؟ تساوي بيبقى زائد او ناقص 2، انا بدي نقطة بكفيني 2، صح؟ ممكن احط سالب 2 ولا بينفعش؟ كله بينفع، ما دام التنتين هذول بحققن المعادلة، واحد زائد اربعة بيعطيني 5، المهم يعطيني عند نقطة تحقق المعادلة. بعد ما بخلص باجي بقول له اذا دي واي على دي اكس عند النقطة 1 سالب 2 تساوي، بعوض عن اكس بواحد ها
هي سالب واحد على ويساوي نص مثلا. واضح الكلام؟ اهم حاجه عندنا الاشتقاق، التعويض بكون كلام بسيط جدا. المثال الاول بسيط ولا لا؟ واي تربيع بتساوي اكس، يبقى واي تربيع بتساوي اكس، ايش مشتقتها؟ واي تربيع تساوي اكس، بدي واي شرطه ايش بتساوي؟ بشتاق الطرفين 2 واي في واي برايم تساوي، يبقى واي برايم بتساوي بس اكثر من هيك ما فيش. مثال ثاني بعده، اف واي، اف واي تربيع ايكوالز اكس تربيع بلس ساين اكس واي، فايند دي واي على دي اكس. طبعا نكتبها، ممكن نكتبها دي واي على دي اكس، نفس الكلام نفس الشيء. الحل اشتقاق ضمني، عندي انا واي تربيع معلش تساوي اكس تربيع زائد ساين اكس واي، هذه الاكس واي زاويه صح؟ زاويه ساين، ما ينفعش اقول ساين بس، لازم يكون ساين للزاويه اكس واي. المهم نشتق الطرفين 2 واي في دي واي على دي اكس، او واي شرطه زي ما بدكم، دي واي على دي اكس بفضلها انا عشان زي ما بده في السؤال، بيساوي 2 اكس زائد هذه مشتقة ايش؟ تركيب اقترانين، تركيب. لما اقول انا هذا عبارة عن اف اوف جي اوف اكس، هيك قلنا صح؟ مشتقة اللي برا واللي جوا زي ما هو في مشتقة اللي جوا، مظبوط ولا لا؟ وبالتالي مشتقة اللي برا كوزاين، كوزاين الزاوية اكس واي في مشتقة اللي برا واللي جوا زي ما هو في مشتقة اللي جوا، اللي جوا اللي عندي الداخلي او الاقتران الداخلي اكس واي، حاصل ضرب اقترانين. تمام؟ اعيد ثاني. هي زاوية بس هذه الزاوية بدلالة اكس وواي، يعني متغيرات صح؟ انا لما اقول لك ساين تربيع اكس زائد كوزاين تربيع اكس تساوي واحد، هل يعني ان الاكس والاكسات هذول ثابتات؟ هنا اي قيمه لاكس بعطيني واحد، اي قيمه كانت 30 70، طبعا احنا عارفين انه دومين الساين ار، دومين الكوزاين ار، فالساين تربيع برضه دومينها ار لانها عباره عن ساين في ساين، ودومينها على التقاطع في الضرب، مزبوط؟ هذه ار وهذه ار، فالدومين ار، يعني اي قيمتين لاكس، اي قيمه لاكس لازم يعطيني واحد، فاكس هنا متغير وليس ثابت. وقتيش لو قلت هنا باي على 2 وهنا باي على 2 صارت ثابت. تمام؟ الان عندي هنا ايش مكتوب؟ اكس واي، والاكس والواي متغيرات. وبالتالي هنا لما بدي اجي اشتاق الداخلي، الاقتران الداخلي عباره عن حاصل ضرب اقترانين، فبقول الاول في مشتقة الثاني زائد هذا هو مشتقة الاقتران الداخلي. الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول اللي هي واحد، من غير ما نحط هاي في واحد، لو ما حطيناش يكون أفضل، بنحط في قواس أفضل عشان نقول إنه هذا القوس مش مضروب في الإكس واي، مضروب في الكوزاين كلها. تمام؟ الآن بدي أحاول أفصل اللي فيهم دي واي على إكس على طرف، بس قبل بدي أفك القوس. هنا انسوا الواحد، هذه تنضرب هان، تنضرب هان، مظبوط ولا لا؟ حصير عندي يساوي 2 اكس زائد هذه اذا اضربها في هاد، بقول هذه في هاد اكتبها اكس في دي واي عادي اكس في كوزاين اكس واي. ليش ما حطيتش يعني بدل ما اقول كوزاين اكس واي في اكس دي واي عادي اكس؟ قد يتوهم البعض انه هدول مضروبات في بعض صح؟ لكن مش هذا اللي بدي اياه، انا بدي الكوزاين مضروب في هذا الحد،
فبنحطه قدام عشان منعا لللبس، زائد واي في كوزين اكس واي. تمام هيك؟ كله بيساوي لنا 2 واي في دي. الان هذا الحد الوحيد اللي فيه دي واي على دي اكس بنقله في الطرف اللي هان. مر علينا قبل هيك هذا الكلام صح؟ اخذتوه بس بالعربي. فبصير عندي 2 واي في دي واي على دي اكس ناقص اكس دي واي عادي اكس. طب ايش رايكم بالمره انقلها واخذ دي واي عادي اكس على المشترك وخلاص، مش هنقلها تجينا هان بالسالب صح، واخذ دي واي عادي اكس وخلاص. لا الاختصار معلش عشان ما ضلش عندي وسع وبعدين الحبل قصير عندي. بدي اخذ دي واي عادي اكس عامل مشترك، هذه 2 واي بالموجب، هذا حيجيني هان بايش؟ يبقى سالب اكس في كوزين اكس واي صحيح يساوي ايش ضل عام؟ 2 اكس زائد واي كوزين اكس واي. طب بدي دي واي اكس بقسم على اللي مضروب فيها صح، ومنها دي واي عادي اكس بتساوي 2 اكس زائد واي كوزين اكس واي على 2 واي ناقص اكس كوزين اكس واي وهو المطلوب. اي سؤال اي حاجه مش واضحه بنعيدها تاني. لان ده سؤال تسال. طبعا ممكن احط محل الساين كوزين، ممكن احط اي حاجه، المهم اهم حاجه في الموضوع انها اكس واي، ان هذا حاصل ضرب اقترانين. derivative of higher order مشتقات اعلى عليا higher order، الاوردر اعلى من دي واي على اكس. بقدر اجيب مشتقة ثاني، ممكن اجيب مشتقة ثالث، يعني لهذا الاقتران لو قال لي جيب المشتقة الثانية مشكلة، الاقتران زي هذا مشكلة، يعني بكون اقتران ابسط. لو بدي اجيب مشتقة ثانية دي 2 واي على دي اكس تربيع بتساوي مربع المقام، والمقام مشتقة البسط ناقص البسط مشتقة المقام، لما اشتق هذه فيها اكس وفيها واي واللي جوا كمان اكس واي هالقد. فمش منطق يعني الواحد يجيب لكم سؤال زي هذا، بجيب سؤال معقول شوي، وان كان مش مستحيل لكن طويل جدا طويل جدا. والفكره انه نكون بنعرف وبنعرف نحل، مش المهم التعقيد. نشوف لو طلب مني ايجاد المشتقه الثانيه، نشوف المثال التالي. find دي 2 واي، find دي 2 واي على دي اكس تربيع اف اف تكعيب ناقص 3 واي تربيع تساوي 8. طبيعي نكتب، انا بكتب القاعده عاده، يا بتسموا هذه واحد وتقولوا باشتقاق واحد تساوي 8 باشتقاق الطرفين. هان 6 اكس تربيع ناقص 6 واي دي واي عادي اكس، نسينا بدكم تكملوا على الصفر، تهجموا على الصفر. لا هذا اشتقاق ضمني مزبوط ولا لا؟ هذه 6 اكس تربيع ماشي، هذه 3 تنزل، المفروض 3 بتنزل في مشتقة قوس تربيع. كيف اشتقوا؟ 2 في 3 بعطيني 6 في الأس، 1 في مشتقة ما بداخل القوس، هيك تنحل تساوي 0. بقدر أقسم على 6 بصير عندي، بدي أودي هذا الكلام على اليمين، لما هذا أوديها بيجيني بإيش؟ بالموجب. وبدل ما أكتبه على اليمين بدي أكتبه على الشمال، ولا على الشمال بدي أكتبه على ماشي؟ يعني واي دي واي عادي إكس تساوي اكس تربيع صحيح؟ هذه وديتها هنا جتني بايش؟ وقسمت على 6، تقسيم الست على 6 بتروح الست مع الست. الان اوكي، ومنها دي واي عادي اكس تساوي اكس تربيع على واي، وهذا علاقه رقم 1 حتلزمني لاحقا.
الآن بدي أشتق كمان مرة عشان نحصل على المشتقة الثانية، تمام؟ يبقى هنقول الآن باشتقاق طرفي واحد، إذن دي 2y على دي إكس تربيع تساوي خارج قسمة اقترانين على مربع المقام، المقام في مشتقة البسط 2x ناقص البسط في مشتقة المقام دي واي على دي اكس. من واحد بقدر اعوض عن دي واي على دي اكس اللي في البسط باكس تربيع على واي، صح ولا لا؟ بقدر. يبقى تساوي و 2 واي 2 اكس واي، نقولها للترتيب برضه منظرها احلى، تكون يساوي 2 اكس واي ناقص اكس تربيع في مين؟ في اكس تربيع على واي، كله على واي تربيع. الان عشان ارتب الكسر بدي اضرب كل البسط في واي، يعني مش شرط يكون محلول عندك هيك. الان لو ضربت هنا في واي عشان تروح هذه مع هذا، واضرب هنا في واي واضرب تحت في واي، صح؟ ايش اللي عامله انا بالضبط؟ زي ما يكون عندي 5 ناقص 4 قديش؟ 1، 1 على 3 ثلث، ثلث. لو ضربت هنا في 2 وتحت في 2 ايش حيصير؟ احنا طلع جوابنا قديش قبل شويه؟ ثلث. لما اضرب في 2 كاني ضرب في 1، صح؟ فبدي اضرب، بده يصير 2 تضربه في 5 ب 10، و2 في 4 ب 8، و2 في 3 ب 6. 10 ناقص 8 على 6 برضه ثلث، برضه ثلث، يبقى انحلل صح. واضح؟ ما ينفعش اقول اضرب هذا في واي هذا في واي، هذا بطيرها وخلص وانسلي هان. لا، لما اضرب البسط يعني هيك وتوزيع على كل حدود البسط. واضح؟ والمقام بدي اضربه زي هيك، نفس الكلام. وبالتالي لما اقول بضرب كل من البسط والمقام في واي يبقى حيساوي عندي هاي المقام في واي بصير واي تكعيب، هذا اضربه في واي 2 اكس واي تربيع ناقص اضربه في واي بتطير بضل عندي اكس اس 4. في كلام بعد هيك؟ اخر اشي، صح؟ وهو المفروض. طبعا نضرب في واي على واي والواي ما بتسوي السر. اي حاجه مش واضحه بنوضح لكم اياها ان شاء الله. محلول ولا مش محلول؟ اوكي ما علينا، كيف اجا مش مشكلة. طيب tangents and normal lines يعني المماس، المماسات والعمود عليها. طبعا ما ينفعش اقول انا مستقيم عمودي على منحنى او مستقيم يوازي منحنى، ما ينفعش، لانه المستقيم او المماس خط مستقيم والمنحني خط منحني، ولا لا؟ عادة بصفة عامة يعني مش دائما. أنا ممكن أقول عن الاقتران الخطي بقول منحنى الاقتران وبرسم خط مستقيم، لكن بصفة عامة لما أقول مماس يوازي أو عمودي على المنحنى عند نقطة بكون عمودي على المماس عند هذه النقطة. يعني مثلا لو كان عندي هاي منحنى، لما بدرسم عمودي على المنحنى عند هذه النقطة في الواقع لا نرسم العمودي، برسمش العمودي على المنحنى واقول هذه زاويه قائمه، لان الزاويه لازم تكون بين خطين مستقيمين او بين شعاعين، مزبوط ولا لا؟ فهذا منحني بينفعش. وبالتالي انا بجيب المماس للمنحنى عند هذه النقطه وبعدين برسم العمودي. فكلمه العمودي على المنحنى اي العمودي على المماس للمنحنى، تمام؟ فانا عندي حاجه اسمها تانجنت وحاجه اسمها النورمال. نورمال اللي هي
العمودي، ولها اكثر من تسميه. طبعا العمودي ممكن نقول بيربنديكولار، برضو عمودي، اورثوغنال في الرياضيات بنستخدمها برضو عمودي. فانا الان بدي اقول كان عندي مستقيمين الواحد والاثنين، هذا ميله ام واحد وهذا ميله ام اثنين. اذا كان الواحد يوازي الاثنين فان ميل الاول يساوي ميل الثاني. اذا كان الواحد عمودي على الاثنين فان ميل احدهما يساوي سالب مقلوب ميل الاخر، سالب مقلوب ميل الاخر، صح؟ طيب، طب لو كان الاثنين عمودي على الواحد، هذه العلاقة أعطيكم إياها بصورة أعم، أعم، هي أم واحد في أم اثنين تساوي سالب واحد. حاصل ضرب بعطيني سالب واحد. لو بدي أم واحد يبقى أم واحد إيش بيساوي؟ سالب واحد على أم اثنين. طب لو بدي أم اثنين سالب واحد على أم واحد. إذن ميل أحدهما يساوي سالب مقلوب الميل الآخر أو ميل الآخر، تمام؟ بنفع هيك وبنفع هيك. يبقى لما يقول لي مستقيم يوازي مماس يبقى باخذ منه الميل بيساوي الميل. طبعا الميل في شغلنا هان الميل هو المشتقة الأولى، صح ولا لا؟ الميل عند اكس بتساوي اكس صفر بيساوي المشتقة عند الاكس صفر، فالميل هو المشتقة. فلو قال لي مماس يبقى هو المشتقة الأولى، عمودي بجيب سالب واحد على الميل. اوكي خلاص. كلها امثله ما فيش قواعد، هذه بس تذكير مش اكتر. مثال: show that the point 2 و 4 lies on the curve. بين ان النقطة lies on the curve x تكعيب زائد واي تكعيب تساوي صفر. بين النقطة ثم then find the tangent and normal to the curve there. ثم أوجد معادلة المماس والعمودي هناك، الإشارة إلى النقطة 2 و 4. بين النقطة تقع على المنحنى. أول حاجة عشان أبين النقطة تقع على المنحنى بدي أعوض، بدي أقول الآن في السوليوشن بدي أخذ الليفت هاند سايد، بدي أخذ الطرف الأيسر أعوض فيه، لازم يطلع عندي صفر. مش أبدأ أعوض هان وأقول يساوي صفر، بعدين أضرب وأقول يساوي صفر، أجمع وأقول يساوي، في الآخر بيطلع صفر يساوي صفر. لا، بنفعش هيك، واضح؟ أنا بدي أوصله يطلع صفر. وبالتالي بدي اخذ الطرف الايسر اكس تكعيب اللي هي 2، هذا اكس وهذا واي، صح؟ يبقى 2 تكعيب زائد 4 تربيع ولا تكعيب هذا؟ تكعيب 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 بنكتشفها لو طلعت ما بتحققش، بنكتشف في عندنا خطا، صح؟ ناقص 4 تكعيب ناقص 9 في 2 في 4، هذه 8 وهذه 64، هانا 8 في 9 72، هذول مع بعض 72 ناقص 72 بيساوي صفر، يساوي الرايت هاند سايد، وهو المطلوب، يعني ان النقطة تقع على المنحنى. إذا النقطة 2 و 4 تقع على منحنى الاقتران. آسف مش اقتران، على منحنى العلاقة اللي قدام، لأنه هذا ممكن يكون مش اقتران.
حتى يعني حسب ايش؟ حسب اختبار ال vertical line test، عارفينه؟ ان ارسم خط رأسي، اذا قطعه في اكثر من نقطة ببطل اقتران، وهذا شكله حيطلع زي هيك. طيب اوكي، كان حاجة ثانية هنا ما فيش. طيب ايش بده الان؟ بده اوجد معادلة المماس والعمود عند هذه النقطة. طب انا عشان اجيب معادلة المماس اللي هي معادلة مستقيم، ايش بلزمني؟ هاي النقطة موجودة، نقطة والميل، صح؟ لانه عندي القانون بيقول لي لو كان الميل ام والنقطة هي اكس نود واي نود، نقول اكس واحد، خلينا نقول هيك، فان المعادلة هي واي ناقص واي نود تساوي الميل في اكس ناقص اكس نود، مزبوط ولا لا؟ هاي بعوض عن النقطة، هاي اربعة وهذه اثنين، ضل عندي الميل، بس نجيب الميل. يبقى لازم اجيب دي واي على دي اكس، وهي عشان هيك اجى في هذا الموضوع. طيب الان نقول له ناو عندي اكس تكعيب زائد واي تكعيب ناقص 9 اكس واي تساوي صفر. ابدا اشتق 3 اكس تربيع زائد 3 واي تربيع دي واي على دي اكس، مشتق من داخل القوس، صح؟ ناقص، وانا بدي افتح قوس، وهي يساوي صفر. هذه حاصل ضرب اقترانين 9 اكس في واي، يعني بتحط 9 مع الواي 9 مع الاكس، افضل 9 في اكس واي. هنقول الاول في مشتق الثاني زائد، وشرط الناقص هتخرب الدنيا، لا انا بشتغل في القوس براحتي وانا حافظ القاعده، وبعدين بندخل السالب. خلي السالب برا، بدي اقول الاول اللي هو 9 اكس في مشتق الثاني دي واي على دي اكس، زائد الثاني اللي هي واي في مشتق 9 اكس 9، يبقى 9 في واي، تمام؟ الان بدخل السالب وبنجمع الفين دي واي على دي اكس، والباقي بنروح له على الطرف الثاني. الان نقول اذا 3 اكس تربيع زائد 3 واي تربيع دي واي على دي اكس ناقص 9 اكس دي واي على دي اكس ناقص 9 واي تساوي صفر. هذول يستنن والباقي يترحل. من هذول بدي اخذ دي واي على دي اكس على المشترك، دي واي على دي اكس بضل عندي 3 واي تربيع ناقص يساوي، هذه بتجيني بالموجب وهذه بتجي بالسالب، 9 واي ناقص 3 اكس تربيع. يبقى دي واي على دي اكس، طبعا ممكن اعوض من هنا، ممكن اعوض هنا عن واي وعن اكس، بتطلع لي دي واي على دي اكس، لكن احسن نحطها مجرومه هيك جاهزه وبعدين نعوض. 9 واي ناقص 3 اكس تربيع على 3 واي تربيع ناقص 9 اكس، بيشبهن بعض مظبوط؟ بس واحده اكس وواحده واي. طيب خلصنا، الان بدي اقول اذا ميل المماس للمنحنى بيساوي الدي واي على دي اكس عند النقطة 2 و4، يبقى بعوض عن كل اكس ب 2 وعن كل واي ب 4، يبقى 9 في 4 من غير آلة حاسبة، ها؟ هو 9 في 4 36 ناقص 3 في 4 مش 2 تربيع؟ 4، 3 في 16 8 و40 ناقص 9 في 2 18، 36 ناقص 12 24 على 30 على 6 4 على 5. هذا هو ميل المماس. نقدر نقول هنا وهو ميل المماس أو the slope of the tangent. The slope of the tangent. ميل المماس عند 2 و4. ومنها إذا ميل العمودي عند نفس النقطة إيش بده يساوي؟ سالب 5 على 4، قلنا سالب مقلوبه، صح؟ سالب مقلوب. هذا هو ميل العمود عند نفس النقطة. سلوب اوف نورمال. مكتوب عندكم طبعا بالانجليزي وهنا
خلص هذا الكلام نمسحه ما فيش داعي عشان نكمل. الآن نقول y ناقص y نود تساوي m x ناقص x نود اللي هي هذه معادلة أي مستقيم. واحد تانجنت كويشن معادلة المماس هتكون هي كالتالي y ناقص 4 تساوي 4 على 5 في x ناقص 2 صح؟ ومنها y ناقص y تساوي 4 على 5 x وهذه في هذه سالب 8 على 5 وهذه لو وديتها تجيني زائد 4 ال 4 هي 20 على 5 بنفع اكتبها هيك ولا لا؟ 20 على 5 هذول مع بعض بطلع 12 على 5 لا مين قالها؟ خذوا بالك بتوبوا ولا اضرب. يبقى هنا بتساوي ومنها واي بتساوي 4 على 5 اكس زائد 12 على 5. ممكن انا اريح من اولها بلاش نشاف الريق هذا واشتغل مع اعداد صحيحه وخلاص ان اضرب كله في 5 اضرب في 5. طبعا هذا وهذا يعتبر حد واحد لان المضروبات في بعض ضرب. اضرب هذه في 5 اضرب هذه في 5 اضرب هذه في 5 ايش حتصير عند المعادله؟ يعني هاي المعادله هيك كويس، يعني كأن نعتبره حل ثاني. لو ضربت في 5 حتصير 5y ناقص 20 تساوي 4 في القوس 4x ناقص 8 صح؟ خليهم في طرف واحد ممكن اقسمها 5 خليها قبل 5y بتساوي 4x هتجيني بالموجب زائد 12 قسم على 5 بيطلع عندك هذا الكلام. طب ومال وليش اقسم؟ طب ما احنا معادلة الخط المستقيم عارفين انها ax زائد b تساوي صفر مثلا، او خلينا نقول f of x تساوي هذه معادلة خط مستقيم يعني y تساوي انفع. ايش صورة المعادلة الخطية؟ معادلة خطية ax زائد b تساوي صفر، ax زائد b بتساوي صفر صحيح. ممكن احطها بالصورة هذه او ممكن اعملها 4x ناقص 5y زائد 12 تساوي صفر، هذا برضه معادلة الخط المستقيم. دائما نحطها صورة ax زائد by زائد c تساوي صفر بنفع. الصورة العامة للخط المستقيم. ما علينا، فهمتوا هذه؟ خلص سيبكم كل الكلام لزيادة. هذه كويسة هذه انك تتخلصوا من الكسور. فكوا القوس ودبروا حالكم. مش احسن؟ رقم 2 للنورمال. معادلة النورمال هنقول نفس الكلام y ناقص 4 تساوي سالب 5 على 4 في x ناقص 2 صحيح؟ نعمل y بتساوي سالب 5 على 4 x زائد 10 على 4 ماشي ال 2.5 خليها 10 على 4 بالموجب زائد 4 اللي هي 16 على 4 اللي هي 4 10 على 4 و16 على 4 26 على 4 اللي هي قديش يعني 26 6.5 6 وبزيد 2 على 4 يعني 6.5 صح؟ 26 على 4 6.5 احنا ما لما نقول y بتساوي سالب 5 على 4 x زائد 26 على 4 ونسيبها زي ما هي وخلص بلا قديش ولا مش قديش. هذه معادلة العمودي. you
خلاص. طيب لينرايزيشن linearization and differentials. لو واحد سألني سؤال هيك انت تبعين رياضيات، طب جذر ال 11 قديش؟ من غير آلة حاسبة بقدر اجيب قيمة تقريبية؟ طيب ممكن كنا نقول يعني مثلا في العددية بياخذوها، لو قال لي جذر ال 11 قديش؟ تقريبا. ممتاز، بقول لي 11 نفسها احصريها بين مربعين، اقرب مربعين لها التسعة وال16 صح؟ محصورة بين، خذ الجذر، يبقى جذر التسعة 3، جذر ال11 4، يبقى جذر ال11 بين الثلاثة والأربعة. طب هل هي اقرب للتسعة ولا لل16؟ للتسعة، يبقى 3 اقل من 3.5، هتكون اقل من 3.5 مثلا. هذه قيمة تقريبية كبيرة شوي. عشان نجيب اكثر دقه بيجي موضوع اللينيرايزيشن. لو قلت لك اعطيني اي اقتران جذر تربيعي واعملي لي قاعده اقول اف اوف اكس تساوي جذر حاجه، مثلا نقول 2 اكس زائد 1، اعوض فيها يعطيني 11 مثلا عند الخمسه. لو قلنا 2 في 5 10 زائد 1 11 صح؟ هي اقتران هذا. لو عوضت عن اكس ب 5، لو حطينا اكس ب 5 بيطلع لي هذا جذر ال 11 تمام؟ فاعطيني قيمة قريبة جدا من جذر ال 11 بحيث انك لو استخدمت الآلة الحاسبة ما يفرقش عندي أعشار. الطريقة اللي قلت لكم إياها أنا قبل شوية قلنا يعني ما بين الثلاثة والأربعة، بعدين قربناها أكثر قلنا أقل من 3.5. طب 3 وقديش بالضبط؟ وإذا بيفرق عندي أجزاء من 100 أو أجزاء من 1000 ممكن تفرق عندي. اللينيرايزيشن بيقدم لي حل لهذا الكلام. بقول شوف لو كان عندي اقتران y تساوي f of x، أخذت نقطة عليه ولتكن هذه النقطة A، قيمة الاقتران عندها قديش؟ f of a صح؟ قيمة الاقتران عندها. الآن هذه النقطة كزوج مرتب ايش بكون؟ a و f ال a صح؟ طيب لو جبت المماس للمنحنى عند هذه النقطة، الصحيح يعني في شوية اسم الله وقعتي؟ طيب اوكي حاولت مش اليوم او يعني من فترة حاولت اجيب نقطة التماس بالضبط، فعملت قلم رصاص رفيع جدا بالبراية ورسمت دائرة بالفرجار وحاولت ارسم، بقدرش اجيب بالضبط الخط يقطع الدائرة في نقطة واحدة فقط صح؟ قد ما نكون دقيقين الا يكون مجهر الكتروني يمكن عشان يجيب نقطة، النقطة صعب الواحد يحددها. فعادة بلاقي زي نقط مشتركة ما بين المماس والمنحنى صح؟ فلو اخذت انا فترة حوالين الاي وتكون الاي هي مركزها يعني زي هان هذه المنطقة، بلاقي القيم تبعت الخط المستقيم قريبة من قيم المنحنى، قيم الخط المستقيم قريبة من قيم المنحنى.
فأنا هذا المنحنى اللي قدامي، عارفين احنا منحنى الجذر، المنحنى تبعه كيف برتسم، فخط منحني. لكن أنا لو جبت خط مستقيم L، هذا تقريبا يساوي لي الاف اوف اكس، ويعطيني اقتران خطي بدل ما هو اقتران جذري، ويقول لي مثلا 1 زائد اكس على 2 عوض عن اكس بخمسة، على فرض عوض عن اكس بخمسة، بقول 1 زائد 5 على 2 1 زائد 2 نص 3 ونص، خلصنا. فبتعطيني قيمة تقريبية للخمسة اللي هي بتعطيني جذر ال11. ماشي الحال؟ فالتعويض في اقتران خطي بقدر اطلع قيمته مباشره، مش زي ما اعوض في اقتران جذري بطلع قيمته تقريبيه، صح ولا لا؟ فقالوا في عندنا علاقه ما بين الخط المستقيم اللي هو المماس للمنحنى والمنحنى في منطقه حول الاي. طيب هذا مماس صح؟ ايش ميله عند النقطة A و F الـ A؟ قيمة المشتقة عند الـ A، صح؟ مش احنا عارفين انه ميل المماس عند X بتساوي A هي F شرطة عند الـ A ولا لا؟ صح؟ يبقى هي الميل وهي النقطة، بقدر اجيب معادلة الـ L ولا لا؟ معادلة الـ L هي زي Y، Y تساوي معادلة خط مستقيم واي تساوي، أو معادلة اقتران واي تساوي. فإحنا بنعرف إنه معادلة الخط المستقيم هي واي ناقص واي صفر تساوي الميل في إكس ناقص إكس صفر، صح؟ فعند هذه النقطة هاي الإكس صفر وهاي الواي صفر، هيكون كالتالي: واي ناقص إف الإي تساوي الميل اللي هي إف برايم الإي، صح؟ في مين؟ في اكس ناقص اي، صح هيك الكلام؟ لسه الحين كنا نشتغل على المماس، عشان هيك اجى الموضوع هذا بعد. الان لو وديت هذه هان بصير عندي واي اللي هي انا بدي اياها ال اوف اكس، واي بتساوي اف الاي زائد اف برايم اوف اي في اكس ناقص اي. معادله هذا الخط هو المماس اللي احنا بنسميه ال اوف اكس. هذا ال اوف اكس بكون تقريب للاقتران f of x. اي اقتران f of x بقدر اجيب اقتران قريب منه اللي هو المماس، اقتران خطي، عشان هيك سموها linearization الخطيه، او تحويل الى خط او تقريب الى خط. فهذا القانون الموجود معكم، صحيح؟ هذا القانون اللي مكتوب معنا هو الخط اللي انا قريب جدا في قيمه على فترة قريبة من الاي، قيمه قريبة جدا من قيم المنحنى. خلينا نشوف كيف بدنا نحل عليه، نشوف زي المثال اللي قلناه قبل شوي. نشوف، خلاص؟ امسح القانون مكتوب عندنا. لو كان عندي f of x زي ما قلنا بيساوي 2x زائد 1، بدي اجيب linearization له عند النقطة x بتساوي 5 عشان نجيب حاجة قريبة من جذر ال 11، زي ما اتفقنا. فأنا بدي أشوف هذه الـ a وهي f الـ x، بدنا نشتغل على القانون. فبدي أقول f الـ a، أنا عندي القانون L of X إيش بيساوي؟ F الـ A زائد F برايم عند الـ A في X ناقص A، صح هيك؟ طيب يبقى أنا كان نزلتها لتحت شوية، معلش. L of X بيساوي F الـ A زائد F برايم الـ A في X ناقص A. أنا بدي أجيب F الخمسة قديش؟ لا هيك حتخربط، تخرب لنا الدنيا. اف الخمسة هتعطينا جذر ولا لا؟ هتعطينا جذر. خلص بدي اتنازل عن جذر ال11، انا معلش بدي احط قيمة تطلع لي عدد، زي ما اقول مثلا 4.
خلينا عند الاربعه، عند الاربعه خليها اف الاربعه. ليش اعمل لي جذر؟ لما هو اعمل لي جذر معناها هروح ادور عقيمتها باستخدام الالهاس، وش استفدت؟ طيب الان بنشوف اف الاربعه بتساوي قديش؟ 3. طيب اف برايم الاكس ايش بيساوي؟ مشتقة ما بداخل الجذر على 2 الجذر، مزبوط؟ 2 مع 2 بتروح، بضل عندي 1 على جذر 2 اكس زائد 1. طيب بدي اف شرطة عند الاربعة، اذا اف شرطة عند الاربعة بتساوي 1 على 3 ثلث، صحيح؟ اذا اللينيرايزيشن عندي تبعته هتساوي اف عند الاربعة، اف الاربعة 3 زائد اف برايم ثلث في اكس ناقص 4، صح هيك؟ هذا هي معادلة الخط المستقيم، يعني بصير عندي ال اوف اكس بساوي 3 زائد، نفك القوس بالمرة، فك القوس، اكس على 3 او ثلث اكس ناقص 4 على 3. طب ال 3 قديش على 3؟ 9 على 3. 9 على 3 ناقص 4 على 3 5 على 3، اصبح الخط المستقيم عندي اكس على 3 زائد 5 على 3. طيب 5 على 3. طب بدي اخذ قيم قريبه من الاربعه، اخذ قيم قريبه من الاربعه شويه، هاي هاي بدي اخذ قيم اكس قريبه من الاربعه. هنا التقريب الخطي، وهنا بدي قيمه حقيقيه، حقيقيه يعني باستخدام الآلة الحاسب. لو اخذت عدد قريب من الاربعه، مثلا اخذ 3.9، 3.9 قديش قيمتها؟ اف 3.9 ايش بتساوي؟ اف 3.9 من هان عباره عن ايش؟ جذر 2 في 3.9 كثير والله، 7.8 7.8 1 8.8 جذر 8.8 بيساوي تقريبا على القاعده اللي هان. قديش جذر 8.8 الحين بدنا نشوفها بالآلة الحاسبه هذه، كويس؟ قديش بالتقريب اللي هان؟ حطينا اكس قديش احنا؟ 3.9 على مين؟ زائد 5. قديش بيطلع عندي؟ قديش بيطلع؟ يساوي هذه فيها قديش؟ يا ستي 8 قديش هذول؟ 9.9 ولا لا؟ 8.9 8.9 على 3 قديش تقريبا؟ قديش تقريبا؟ 8 على 3 2 فاصل 2 بزيد قديش؟ 9 2 ب 6 بزيد 2 9 فيها 7 بزيد 2 ليش قلنا 9؟ قلنا 2 29 فيها 9 مضبوط بزيد 2 6 6 6 6 للصبح بضل مضبوط 6 6 6 6 6 7. طيب الآن قيمة حقيقية بدي جذر 8.8 بالآلة الحاسبة قديش؟ لو حدا معاه آلة حاسبة أنا معي. قريب جدا من الرقم 2.9664، يعني عرفنا نجيب جذر 8.8 بدون آلة حاسبة، صح؟ طب بدي أجيب رقم كمان قريب من الأربعة، طبعا كل ما غير الأربعة بسموها مركز التقريب. الاي كانت في نص الفترة وين التماس والخط المستقيم، كانت الاي قلنا في نص الفترة مركز التقريب، يعني لو حطيت بدل اكس 3 حيتغير كل القاعدة حسب المركز، لأنه بعطيني بتركب عليها قيمة الاقتران والميل ولا لا؟ وبالتالي الآن لو أخذت بدل 3.9 لو أخذت 4.1 أقول لك خلينا نقول 3.99، لازم يكون قريبات من الأربعة، بقدر أحسب هذا الكلام وبلاقيه بحسبه. التعويض وين بعوض؟ في الخط. أكيد الحل على الخط المستقيم
اسهل ما اجيبها او اقدرها منها. بقدرش اقدرها من الجذر قديش. مين بيعرف 8.8 تحت الجذر؟ انا بس اعرف 8 قديش تحت الجذر. لما اعرف 8.8 من 10 صح؟ لكن لما عوضنا في الخط المستقيم طلعنا قيمه تقريبيه بالقسم العادي. فالجواب بيكون اسهل. هذه اهميه اللينيرايزيشن. طبعا الموضوع طويل شويه واحنا عاده يعني ما بنهتمش فيه كثير لانه في هذا تطبيقات هندسيه بندرسها لطلاب العلوم الهندسيه بتيجي التقريب الى يعني مواضيع مهمه جدا حتى في الاحصاء بيشتغلوا على تقريبات واقترانات بتعطينا او بارامترات متغيره للتقريبات. نيجي الان للجزئيه الثانيه اللي هي الديفرنشالز. الديفرنشالز اللي هي التفاضلات. في حاجه اسمها تفاضله اكس وفي حاجه اسمها تفاضله واي. تفاضله واي اللي هي دي واي، تفاضله اكس دي اكس. مش مهم كثير الموضوع نفسه، يعني احنا عاده او كثير كنا لما نكون متاخرين او معناش وقت ما بندرسوش، لانه لو طالب احتاجه بيقدر يرجع له في الكتاب الاصلي، لانه هنا مختصر جدا. عندنا هنا مختصر جدا الموضوع في قوانين بس مش اكتر. الديفرنشالز بيقول لي انه الدي واي على دي اكس، هل هذه احنا بننظر لها على انها خارج قسمه يعني النسبه ولا مصطلح؟ مصطلح على المشتقه الاولى. يعني دي واي على دي اكس بتساوي لنا، هي عباره عن لو كانت واي بتساوي اف اوف اكس، هي عباره عن اف برايم اوف اكس، مظبوط ولا لا؟ هذا تعبير عن المشتقه الاولى، وكان في الاصل نهايه دلتا واي على دلتا اكس اللي هي نهايه متوسط التغير، صح؟ اخذنا منها هذه التسميه. فبقول في عندي حاجه اسمها دي واي لحالها وتعرف كالتالي اف برايم اوف اكس في دي اكس، هذه تحسب من هذه العلاقه، وبالتالي الدي اكس بعطيها اي قيمه وبناء عليها بحسب الدي واي. فالدي واي بتكون متغير تابع والدي واي والدي اكس تكون متغير مستقل. يعني الدي اكس بعطيك اياها السؤال او انت بتفرضيها وبطلعي على هواها الدي واي. اذا كانت الدي واي موجوده والدي اكس موجوده فان النسبه بينهم تساوي قيمه المشتقه دي واي على دي اكس. هذا هيك تعريف التفاضله. بعرف التفاضل على هذا الاساس. في عندنا مثال بسيط وفي بنختم ان شاء الله. بقول فايند دي واي، فايند اف اف اوف اكس تساوي اكس اس 5 زائد 37 اكس، ثم وين؟ then find the value of dy. then find dy when، بعدين بده dy عندما x بتساوي قديش؟ واحد، ودx 2 من 10. طيب بدي اجيب dy، dy ايش بتساوي؟ f برايم x في dx. طيب f برايم ايش مشتقتها؟ 5 اكس اس 4 زائد 37 كله في دي اكس. هاي القاعده، هاي دي واي من القانون تبعها. بس الان هذه قيمته عندما اكس، وين اكس تساوي 1 ودي اكس تساوي 2 من 10، في عندي كون دي واي تساوي 5 زائد 37 في 2 من 10، بيطلع لنا 42 في 2 من 10 بساوي 8.4. هذه قيمة التفاضل. طبعا موضوع طويل شوية في الكالكولاس في الكتاب الأصلي، بدخل على الخطأ في التقدير، الفروقات يعني ما بين تقديرنا والقيمة الحقيقية والحاجات هذه ما بدناش نتشعب فيه. أنا أهم حاجة عندي في
درس اليوم انه لو كان عندي جذر لعدد معين بقدر اجيب له قيمه قريبه جدا منه بدون استخدام الاله الحاسبه، صح؟ يعني هذا افضل، يعني خلينا نقول احنا تطوير او تحسين عن اللي اخذناه في المدارس، انه زي ما حلينا جذر ال11 قلنا ال11 بحصرها بين عددين مربعين، زي ما قلنا التسعة وباخذ الجذر بقول قريبه من كذا وقريبه تقريبا 3.5، لا 3.4. طب الثلاثة وأربعة بعيدة خالص مثلا، فأنا بحاول أجيب اقتران لو عوضت فيه ويكون النقطة تبعتي هي مركز الاقتران، المركز بقدر أجيب قيمة تقريبية منه. بكفينا لعند الهان لأنه بناش ندخل في شابتر أربعة. شابتر أربعة اللي هو Applications of Derivatives، تطبيقات على الاشتقاق. بنذكر فيه بس مش أكتر، اللي هو بده يتكلم لنا على القيم فترات التزايد والتناقص والقيم العظمى والصغرى، الصغرى والعظمى المحلية والمطلقة، تعرفوا الكلام ها. بعدين مناطق التقعر لأعلى ولأسفل، نقاط الانعطاف، رسم المنحنيات. الجديد حيكون عندنا طبعا في نهاية شابتر أربعة بالذات في سيكشن أربعة أربعة رسم المنحنيات، حيكون عندنا اقترانات كسرية بسط على مقام لأول مرة بمر معكم. انتم ما اخذتوش، كنتوا تاخذوا كلها اقترانات كثيره حدود، اما لاول مره حتاخذوا لما يكون الاقتران عندي بسط على مقام كسري او اقتران نسبي. كيف اجيب له مشتقه اولى مشتقه ثانيه، اجيب فتره تزايد تناقص تقعر وارسم خطوط التقارب، ندخلها في الرسم. طبعا خطوط التقارب موضوع جديد، صح؟ الاوبليك والهوريزنتال والفيرتيكال، وبعدين ندخله على موضوع الرسم ان شاء الله. يعطيكم العافيه.